ولكن نحن هنا في آخر نقطة حدودية مغربية نقول للعالم بأن كل شبر، ونكررها بألف شاب. الجزائر حاولت أنها باش تقلب على ما يسمى بالدارجة بالخواضة ديال الحقيقة. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المغاربة. كنت واجدوا في آخر نقطة حدودية بفيجيك، هنا أرض الجزائر، هنا الأرض المغربية. تنتواجدوا في منطقة العرجات، هاد المنطقة إخواني اللي حاولت باش تشوش عليها الحكومة والعسكر الجزائري بعد الفشل الذريع اللي فشلوا أثناء الانتصار بالحكمة ديال صاحب الجلالة محمد السادس بمنطقة القرقرات. فمن بعد ما نجح المغرب الحمد لله بشهادة العالم، فها نحن إخواني، فهنا كيتواجدوا الجنود الجزائر في هذه المنطقة بالذات، في هذا الواد بالذات. هنا كانت في المنطقة، هنا المنطقة العرجات، كانت مجموعة إخواني ديال الساكنة كتسكن هنايا. الجزائر حاولت أنها باش تقلب على ما يسمى بالدارجة بالخواضة ديال الحقيقة، حاولت، جات حيدة هاد الناس من هنا. الحمد لله والشكر لله أننا تنقول أمام العالم ونحن نتواجد في آخر نقطة حدودية هنا بمنطقة القرقرات رد البنت من ليالي، لأن هنا إخواني كما تتشوف كين الجنود ديال الجزائر في هاد المنطقة. هنا فاش حاولوا يخويوا دوك الناس، ولكن الحمد لله هذا هو البلاغ التي أصدرته عملة إقليم فيجيك، جاء فيه ونحن بكل فخر ها نحن نتليه في آخر نقطة هنا إخواني بمنطقة، بهذه المنطقة في نواحي فيجيك. فيجيك الداخلية تتدارس الحلول بعد منع الجزائر استغلال أراضي العرجة. هنا عقد عامل إقليم فيجيك اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 لقاء بعدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسمى العرجة بحضور نائب أراضي السلالية أولاد سليمان ومجموعة من أعضاء المجلس النيابي. وخصص اللقاء حسب بلاغ للعمالة لتدارس التطورات المرتبطة بوضعية الأراضي الفلاحية المتواجدة بالجزء الواقع شمال وادي العرجة. الإشارة هذا هو وادي العرجة على الحدود المغربية الجزائرية، وذلك على إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري. هنا واد العرجات، هنا يتواجد الجيش الجزائري. كاميرامان غادي يحاول أخي باش أنك تزومي على القياطن ديال الجيش الجزائري اللي حاول باش يموه حتى الإعلام العالمي. فنحن في آخر نقطة، فكل شبر من هذه الأرض نقولها للعالم بألف شاب. وفي مستهل تدخلي أشار عامل إقليم فيجيك إلى أن هذا اللقاء يخصص لتدارس الحلول الممكنة للتخفيف من تداعيات القرار السالف الذكر على مستغل هذه الأراضي الفلاحية، مؤكدا على أن السلطات الإقليمية وبتنسيق وتشاور مستمرين مع الهيئات التمثيلية للجماعات السلالية ومستغل الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة. ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها السلطات الإقليمية والمحلية بإقليم فيجيك مع ممثلي الجماعات السلالية ولاد سليمان ومستغل الأراضي الفلاحية المتواجدة بمنطقة العرجة. فيجيك
معكم حميد العقاوي مباشرة من آخر نقطة حدودية ما بين المغرب والجزائر. توضيح للرأي العام ونحن على هذا المباشر. إخواني في هذه المنطقة فاش كانوا هاد الناس تيستغلوا هذه؟ حقا هذه المنطقة أرض جزائرية، ولكن نحن هنا في آخر نقطة حدودية مغربية نقول للعالم بأن كل شبر، ونكررها بألف شاب. المنطقة إخواني كتعرف إنزال أمني على طول الواد من الجنود والقوات المساعدة تابعة للمملكة المغربية الشريفة، في حين أن تيحاولوا الجزائر كما كتشوف أخي عبر الزوم اللي كيبان في هذه الأثناء أنهم كيتواجدوا في ذلك الخيام الثلاث، وتيحاولوا باش أنهم يوهموا العالم بأن وقع شيء هنا به في جيج. ففي جيج الحمد لله السلطات لقد اجتمعت مع الناس اللي تعرضوا للصبيانية من طرف الحكومة الدل والعار، حكومة العسكر، لأن عرفت بأن الأيام ديالها معدودة وتحاول تشويش على المملكة المغربية، ولكن رزانة وسياسة وقود سياسة الملك القدوة الحمد لله ملك المغرب الذي أبهر العالم بآخر ضربة كانت قاضية، وحاولت الجزائر أنها تحاول تشوش على هذه المجموعة اللي كانت هنا وتوهم العالم بأن وقع شيء هنا في منطقة العرجة بنواحي فيجيك. كانت واجدوا على بعد 5 كيلومتر تقريبا أو 6 من مدينة فيجيك. كان معكم أخوكم حميد العقاوي مباشرة من العرجة فيجيك المغربية.